لاعب وطني بيسجل نقاط بهيئة المباراة من جانب نادي الاتحاد وهو الوحيد ايضا رونالد الفتح الباص كانت تصيد من كثير الاسيست حكم على عبد الله حكم عن طارق عم يخطى منه بالسيلة والعروة عن نديم عيسى عم يعطي العمدة أنطوني بكر عم يطلع فوضى أيضا كالعادة والمعتاد للبرج الأهلاوي رونالد ديلف من على المدرينج أنطوني بكر عم يسجل يرفع للخط أكثر المدرينج عن نقطتين عم يقدر بالتسجيل أنطوني بكر عم يقدر شخص عم يقدر برافو كثير رام أوفر عند علي ديار بكر الموسم الماضي وخاصة بهيئة الصالة أمام نادي الاتحاد بالفاينل الموسم الماضي أنطوني بكر على المدرينج عم يقدر بالتسجيل ليرجع على الخط محاولة عند نقطتين عم يقدر رونالد ريبوند الدفاعي بشكل كثير سريع الباص بريك لعند مصطفى أبو سعد لا يطلع فوق التنتينج عم يقفز الحكم الدوري وصفوان سيفه كانت بعد ما كان علي لعند أنطوني يرجع علي نديم متأسس نديم لأنطوني أوت تحت باسكت في باسكت نديم أنطوني أنطوني محاولة على المدرينج هذا اللاعب نديم عيسى محاولة يعمل موف عم يرجع لعنده أنطوني بكر محاولة على المدرينج أنطوني عم يسجل أنطوني شو هذا أنطوني اليوم شو هالأداء اليوم ولا أصغر لسرق مخطن جديدة ترجع الفارق ليه 8 نقاط أنطوني محاولة من عالي 3 أنطوني ولا أروع أنطوني ولا أجمل أنطوني ولا أروع